الرحيم. محمد إبراهيم من العراق، من بغداد جسر ديالة، وأخوي كريم محمد إبراهيم، وقبل 5 سنوات يعاني من مرض بالدماغ. راجعنا دكاترة هواي بالعراق، ما صارت له كل شارة، وأثرت على رجلي على إيده. تواصلنا ويا دكتور مروان وقلنا على المستشفى وسووا العملية، والعملية خير من الله ناجحة، وهاي إيده حركها ذيك اللي يمنى كان ما يحركها، هسه حركها، كان ما يحركها يشيلها منا خليها هسه يحركها وشغلة أوكي، وجاي يوم عن يوم جاي يتحسن. غير على دكتور مروان بالهند، وعرضهن على دكتور فيكاس بالهند، وقررنا نجي نسوي العملية مستشفى مانيبال، والعملية تمت بنجاح وخير من الله، الحمد لله.